أنا محمد تيمور لاعب ترايثلون، أستخدم ساعة جارمن فينيكس 7 الجديدة اللي أسويها مثل السباحة والسيكل والجري، وتعطيني القرايات اللي أحتاجها من مسافة وسرعة وسعرات حرارية وضربات قلب، وتفيدني بعد التمرين في إني أعرف أوقات الاستراحة ما بين التمارين، وأقدر أعرف أدائي من خلال القرايات اللي تعطيني إياها. والفينيكس 7 تفرق عن الفينيكس 6 في دقة الجي بي إس ودقة ضربات القلب، وتساعدني في تحميل التمارين اللي يعطيني إياها المدرب، بحيث إني أشغل التمارين عن طريق الساعة بدون حاجتي للموبايل، وألبسها وقت النوم عشان أقدر أعرف عدد ساعات النوم ومراقبة الأكسجين في الدم، وأقدر أتحكم في الشاشة عن طريق اللمس، والبطارية تتم 18 يوم وتقدر تشحنها عن طريق الطاقة الشمسية، وبعد أستخدمها في رياضات ثانية مثل الهايكينج وألعاب القوة ثوقة وغيرها من الرياضات الموجودة في الساعة.